بها. لكن المشكلة التي تأتيك من وسط أفريقيا ويستغلها مجرمون لعدم وجود وزارة الداخلية ولعدم وزارة الدفاع ولعدم وجود العالم في هذه المنطقة الحقيقة سبب إشكالية إنسانية كبيرة جدا. لابد على أوروبا ولابد على الأمم المتحدة وعلى الدول التي ترعى حقوق الإنسان أن تسارع بجعل هذه المناطق الموبوءة والتي تعاني أحيانا المجاعة أو أحيانا سياسات شمولية أو أحكام أو حكومات عسكرية أن نعالج هذا المحل في أفريقيا. وأنا واثق أن أفريقيا قد تصبح هي العكس، قد تصبح الهجرة معكوسة من أوروبا إلى أفريقيا لو يحسن استغلال الطاقات والموارد والأيدي العاملة والمساحات والإمكانيات التي تنتظرها أفريقيا في فتح مشاريع التنمية الكبيرة فيها.